بخصوص المشروع، مين مستحلين؟ طيب هنا شوفوا ايش مطلوب منكم. بدك تختاري participate to several Kaggle structured data competitions. Selected competitions، انا اخترت لكم competitions مناسبة نوعا ما، هيها موجودة في هذا الارتكل. بقسم لكم اياها على structured data، لا images، لا text. تمام، الايمجز والتكست احنا حنبدا فيها اول ما نبدا في ديب ليرنينج ان شاء الله. هنا بدي استعرض لكم اللي هو الهاوس برايس ادفانس، انتوا اوريدي يفترض عملتوا فيها سبمشن الان. المطلوب منكم في الواجب، فالمطلوب منكم في الواجب انه على الاقل بدك تشاركي في 6 كومبيتيشنز وتنجحي انه انت تعملي فيها سبميت. انكلودد انتوا الان 3، فمطلوب منك كمان 3، يعني انه نوعا ما بدك اكثر. تمام، وهنا you should have a good score in at least 3 competitions. 3 منهم يعني الستة بدك انه انت تحاولي تعملي at least انه submission، بغض النظر انه سكور منيح ولا مش منيح. انتوا كنتي في التوب 10 ولا في التوب 20 ولا في التوب 90، بغض النظر، لكن 3 منهم بدك تحاولي تركزي انه انت تجيبي فيهم سكور باستخدام الطرق اللي انت تعلمتيها في الداتا بري بروسيسنج والكاتيجوريكال داتا هاندلنج، بالاضافه ل الجريد سيرش والبايب لاينز وكل الامور هاي كلها. الكومبيتيشنز المتنوعة، انه انا بنتقل كومبيتيشن واحدة هذه حتكون يعني بدي اطلبها في شغلة تانية. تمام، انه انا اديكم كومبيتيشن واحدة وحصير اقارن بيناتكم في السكور يعني، بس هذه انه انا اتعرف على بروبلمز اكثر، حلقيت انا حستعرضها بدل ما يصير التركيز على واحدة، لا بتعلم الخبرة انه كل ديتا ست مختلفة بتكون في لها كيس مختلفة في التعامل معها. تمام، نيجي نستعرض الداتا سيت. هاجيت هاي الثانية هاوس برايس، برضو نفس الفكرة بس في مدينة تانية. هنا عندي هنا ريستورانت ريفينو بريدكشن، شو الستوري تبع هاي الداتا سيت. طيب ايش القصة في هذه الكومبيتيشن؟ القصة انه انا في عندي فلوس بدي استثمرها، فبدي افتح مطعم. في اي مدينة افتح مطعم وشو نوع المطعم هذا؟ هل يقدم فاست فود ولا مكسيكان فود ولا ايش بالضبط؟ تمام؟ طبعا هنا هذه عبارة عن ريجريشن، بس ايش مستخدم؟ هنا روت مين سكويرد ايرور والسبمشن فايل، انه انا بكون في عندي الاي دي بالاضافة للبريدكشن از ا نمبر، فبالتالي هاي ريجريشن مش كلاسيفيكيشن. والبيانات انا عندي هيها، هنا عندي الترين والتست، في انا عندي هنا الاوبن ديت، في عندي السيتي وين موجود هذا المطعم، في هنا السيتي جروب، هل هي من البيج سيتي ولا سمول سيتيز، مدينه سياحيه تورستيك سيتي. تمام، وفي هنا التايب اوف ريستورانت، انا في عندي اف سي يعني فود كورت، زي الستريت فود يعني انه زي شاحنه. وفي عندي اي ال ان لاين الى اخره، وهنا ام بي موبايل. فانا في عندي عده انواع من الريستورانتس اللي انا ممكن افتحها، وعندي هنا من البي 1 لغايه البي 37، هذه عباره عن ديموغرافيك داتا حول السيتي هذه، انه قديش عدد البوبيليشن، قديش الكثافه السكانيه، كل هاي الشغلات. تمام، وهنا اخر حاجه انا عندي التارجت اللي هو الريفينيو. فهاي الداتا سيت انه بدي انا ادي له معلومات السيتي، وبده يتنبأ لي بقديش انه مقدار المبيعات الارباح او العائدات في هاي السيتي. فهذه واحدة من التشالنجز انه ممكن انه تدخلوها. في واحدة كتير انترستنج لل NYC نيويورك سيتي، في انا عندي تو كومبيتيشنز، واحدة للتريب ديوريشن
والثانيه للتاكسي للفير للفير بريدكشن، تنتين للتاكسي. وهذه انه ابليكابل عندنا في تطبيقات كثيره زي التطبيقات الاوبر والكريم وكل هاي الشغلات، لانه انا اول ما اعمل اوردر تمام وانا شفت انا عندي في الجوال، فبروح بحكي لي انه انا استيميتد انه انا اصل للديستنيشن بعد 40 دقيقه، بعد 20 دقيقه، بعد 31. فعلى اي اساس بده هو بيعمل تقدير لهذا الاساس؟ نشوف ايش البيانات الموجوده عندي. طبعا الايفالويشن هنا عباره عن روت مين سكوير لوغاريتميك، هي ايرور، دخل فيه اللوغاريتم هنا، دخل فيه اللوج، لكن هو روت مين سكوير. والفايل عبارة عن الـ ID بالإضافة للـ duration بالسكند، يعني هاي 978 سكند. شوف الداتا ايش في عندي. في عندي الـ pickup، هذا كله الـ ID والـ vendor ID، هدول انه يعني هذه trip record ممكن اعمل له drop او ممكن اعتبره الـ index. في عندي الـ pickup time، وفي عندي الـ drop off time كبيانات رحلات سابقة، بالإضافة للباسنجر كاونت، عدد الركاب الموجودين معايا، وهنا البيك اب لانجيتود ولاتيتود والدروب اوف لانجيتود ولاتيتود. فبالتالي أنا عندي مكان البيك اب ومكان الدروب اوف، فبالتالي بقدر زي كأنه أحسب مسافة تمام، أو إنه أدخلهم على الألجوريثم إنه هو لوحده يتعلم إنه لم يعني إنه يقدر يتعرف على نمط معين موجود هناك. وانا عندي التارجت اللي هو التريب ديوريشن بالسكند زي ما شفنا تمام. طبعا هذا فيتشر كتير مهم اللي هو البيك اب تايم، ديت اند تايم. ممكن انه انتم تعملوه انه تاخذوه ك انه تفرقيهم كل وحده كعمود لحال، اللي هو الوقت والتاريخ والشهر. ليش؟ لانه لما اطلع 8 الصبح غير لما اطلع 11، بيكون انه وقت الذروه، فبالتالي بياثر على الديوريشن تبع الرحله. هذه شغله. والشغله الثانيه انه في التطبيق نفسه لما يجي كريم يحاسبني، فهو بيستنى الابلكيشن يقول له انه الحساب هالقد. فبناء على ايش؟ بيكون هو في عنده موديل، هي الداتا تبعته بتكون موجوده شغله زي هيك. هاي في الفير بريدكشن. هذا الايفالويشن تبعه روت مين سكويرد ايرور عادي بدون لوغاريتميك. والبيانات انا عندي اللي هو البيك اب ديت اند تايم، هذا بدي اقصقصه لاكثر من عمود. في عندي البيك اب لانجيتود لاتيتود والدروب اوف لانجيتود ولاتيتود، بالاضافه للباسنجر كاونت، عدد الركاب اللي كانوا موجودين معايا، وهنا الفير اماونت. فبالتالي بناء على المسافه بتقدر قديش التكلفة الرحلة، بالإضافة للوقت، بالإضافة لعدد الركاب. هذا كله بدخل في البريدكشن أنا عندي. فهذه شغلة يعني دومين تاني مختلف، عشان هيك أنا بدي إياكم تشتغلوا على أكثر من بروبلم. أنتوا أحرار تختاروا من ال 14 هدول إنه أنت تشتركي في كمان ثلاثة وتحسني السكور فيهم. هاي إنه وول مارت ريكروتينج سيلز ان ستورمي ويذر. الان في الستورمي ويذر يعني وقت الازمات ايش بيصير؟ انه الناس بتعمل تنكب على السوبر ماركتات، وانه هي بتصير انا في عندي سحب بشكل سبايك بيصير. فبدي اعمل بريدكشن لهي الشغله، لانه يعني المشكله اذا كان انا عندي في المنطقه انه المتجر اوت اوف ذا ستوك، ما فيش بضاعه في المخزن، معنى ذلك انه انا مش حقدر استغل السيزون هذا او الموسم هذا او الازمه هاي تمام. فهو بيحاول انه انا اعمل بريدكشن بناء على عوامل الطقس، والله عاصفه قويه، عاصفه خفيفه، قديش انه مقدار المبيعات، وانه يخزن في المخزن على هذا الاساس. هذه بريدكت للفيوتشر سيلز، المبيعات في المستقبل. هذه عباره عن تايم سيريز تمام. فالفكره في الموضوع هنا انه انا بناء على الباست سيلز انا عندي بدي اعمل قديش انا حاعمل مبيعات في الشهر القادم او الاسبوع القادم. هاي كريدت كارد فراود ديتكشن، هذه لها تطبيقات في السكيورتي. انا على سبيل المثال في عندي كريدت كارد
تمام. الكريدت كارد هذه انا في عندي نمط شراء خاص بشخصيتي، والكريدت كارد هذه ممكن تتعرض لعملية احتيال انه حدا يسرق المعلومات تبعتها ويصير يشتري فيها. فكيف بدنا نعرف الترانزاكشن تبعت المحتال هذه؟ فبالتالي بده يكون على شكل نمط. ايش انا في عندي؟ هذه الداتا امبالانسد، في عندي 492 فراود اوت اوف 284000 ترانزاكشن. يبقى عندي 284000 ترانزاكشن نورمال، وعندي القله لانه هي طبيعه الداتا ست زي هيك يعني. والايفالويشن انا عندي هذه مرتبطه بعده تاسك زي هيك. الايفالويشن بناء على هذه بالمناسبه داتا ست، هذه داتا ست مش كومبيتيشن اوكي، لكن هذه عباره عن كلاسيفيكيشن بروبلم. لو طلعت انا هنا على الداتا ست، انا في عندي الاتريبيوت من في 1 لغايه في 28، والتارجت انا عندي انه هل هو فراود ولا فراود 1 وزيرو اذروايز يعني نورمال اوكي. في عندنا كمان الام 5 فوركاست، هذه اكتف كومبيتيشن، اللي حابب ياخذ اكتف كومبيتيشن يدخل في اكتف كومبيتيشن موجوده حاليا. فهذه لسه 14 دايز اجو، هذلاك الكومبيتيشنز انه فايته تمام، لكن هذه انه كومبيتيشن جديده وممكن انه هذه تم اطلاقها ل 14 يوم. هنا ممكن تعرف التايم لاين، هي التايم لاين انه متى بتسكر، هي كاتبين التاريخ انه 1 جون بدت، 23 جون انه الديد لاين انتري، 23 الفاينل، 30 جون سبمشن. هذه فاتت من جديد يعني لها 14 يوم اليوم فعلا انه من 14 يوم منتهية. موجود صحيح تمام. الفكرة انه هذه عبارة عن M5 forecast اللي هي يعني تنبؤ للمبيعات estimate of unit sales of Walmart. Walmart هي عبارة عن سلسلة متاجر مشهورة معروفة جدا، لها فروع كثيرة في بلدان عديدة كمان. فبالتالي انه بدي اشوف انه هي يعني في تجارة التجزئة انا بدي اعمل estimation او prediction او forecasting للسيلز تبعوني. ف الايفالويشن هذه عبارة عن classification problem انه accuracy او مستخدم صحيح 50,000 دولار صحيح 5000 تيم تمام. هاي التيمز هذه لو انا بدي اشكل تيم، بس هنا في الليدر بورد ببين انه اذا هدول تيم ولا لا، يعني هدول الاثنين تيم. اللي جايب اعلى point 5 هذا root mean squared error. هذا هاي لو رجعنا هنا على الايفالويشن هو بيقول لك انه weighted root mean squared error. ف كيف؟ لانه it's very challenging. The problem انه فعلا challenging، عشان هيك انه حتلاقي انه بعد فتره انه يعني ممكن انه صار في سكور اعلى، لكن خلال الفتره هذه فتره شهر زمان بيكون التحدي كثير كبير انه اجيب سكور زي هيك يعني. هدول تيم كلهم تمام، وبتسجل كله في البروفايل تبعهم اوكي. هذه داتا سيت متعلقة بالسكيورتي. الفكرة في الموضوع هنا يعني زي ما انتم شايفين دومينز متنوعة،
الفكرة في الموضوع الـ evaluation هنا إنه روك هذا سكور أو مترك جديد، بس إنه حتلاقوا فيه له رابط هنا بشرح عنه الروك هذا كيف إنه نحسبه، حتلاقي فيه دلجات إنه نحسبه. الفكرة في الموضوع إنه هنا حيعطيني مجموعة من البيانات زي إيش هيهم، هو ماشين ايدنتيفاير، برودكت نيم، انجن نيم، هذا للويندوز كله تمام، بالإضافة إنه يعني الأو إس بيلد، الأو إس سوت، الأو إس بلاتفورم سب ريليس، كل هاي الشغلات بناء على باترن معين أو كومباينيشن معين أو إيش البرمجيات اللي نازلة عندي أو الفيرجن تبع السوفت وير. هذه كلها ترو فولس، هذه بالمناسبة راح يقول لي إنه جهازي معرض للاختراق ولا لا، لأنه النمط اللي يعني هو بيقول إنه ممكن يكون في نمط، إذا أنت عندك فيرجن محددة من الويندوز وفيرجن محددة من الأوفيس وفيرجن محددة من البرنامج الفلاني وكانت أنت عندك نوع الماشين كذا، فبالتالي إنه بالضبط. فهنا هاي التارجت تبعي إنه معرض للاختراق أو لا. فهذه الداتا سيت كتير إنه السايز تبعها حتى أصلا حجمها، الداتا سيت هذه كتير كبير، ممكن إنه أنت تشتغلي على سامبل لو حبيتي إنه أنت تشوفي كيف ممكن تشتغلي على بروبلم زي هيك. هذه ليف كلاسيفيكيشن يعني برضو إتس إنترستينج، لأنه أنا ممكن أشتغل عليها على شقتين، شقة الإيمجز وشقة الفيتشرز، لأنه في فيتشرز أوريدي موجودة جاهزة. طبعا الإيفالويشن هذا عبارة عن اللوج لوس، أنا عندي عبارة عن مالتي كلاس لوغاريتميك لوس، فأنا عندي هنا الاي دي وهنا عبارة عن الايسر، انه هاي الكلاسز هذول كلهم وقبال الفاليو تبعت الكلاسز هاي. ايش طبيعة البيانات؟ طبيعة البيانات انه انا بدي اعمل تصنيف للزهرة بناء على مجموعة من المواصفات زي التكستشر او الشيب او كل الاشياء هذه كلها. طبعا وصف الداتا سيت هيو مارجن 1 مارجن 2 مارجن 3 لغايه مارجن 64، هذه عباره عن 64 اتريبيوت فيكتور متعلقه بالمارجن فيتشرز بالورقه، وفي عندي شيب 1 شيب 2 لغايه شيب 64، هذه زي الون هوت انكودنج عامله، هذه 64 اتريبيوت متعلقه بالشيب فيتشر، وفي عندي هنا للتكستشر برضه 64. لو اطلعت على الداتا سيت انا عندي هنا مرفق الايمجز وهنا انا عندي السي اس في فايل، فالفيتشر اوريدي اكستراكتد وممكن في المستقبل انه انتم تشتغلوا عليها كايمجز، فهذه انا بشجعكم انه انتم تشتغلوا على هاي الكومبيتيشن بشكل كتير كبير، لانه ممكن تجربوا انه تشتغلوا عليها كستراكتشر، وممكن بعد هيك بعد المحاضره الجايه ان شاء الله كايمج. في هنا الكاستمر ترانزاكشن بريدكشن، هنا الجوجل اناليتكس كاستمر ريفينيو بريدكشن، هاي متعلقه انه مثلا انه انا في عندي ستور معين وبدي احاول انه متجر الكتروني طبعا اونلاين يعني، واحاول انه من الجوجل انا يعني مجموعه من المتاجر ومن الجوجل اناليتكس داتا احاول اشوف انه اعمل بريدكشن للعائدات. عارفين الجوجل اناليتكس اللي هي عباره عن تول من مايك من جوجل بتخليني اشوف الفيزيتورز تاعوني، الترافيك قديش عددهم، ايش البلدان تبعتهم، ايش الاجهزه تبعتهم، هل هي على الويندوز او على الموبايل او كذا تمام. وفي فورست كفر تايب بريدكشن، هنا بدي اعمل كارتوغرافيك فاريابلز تو كلاسيفاي فورست كاتيجوريز. عارفين ايش كارتوغرافيك فاريابلز؟ كارتوغرافيك اللي هي الخرائط الجغرافية تمام، في عندي مجموعة من المتغيرات لإلها تم استخراجها في أرقام
ممكن نستخدمها عشان إنه نصنف نوع الغابات، هل هي غابات مطيرة، غابات استوائية، شو نوع الغابات هذه. فهي البيانات أنا عندي، هاي الفيتشرز وهي الفيلدز تبعتها، تمام. وهنا في عندي فيتشرز كتيرة، وهنا في الآخر نوع الفورست نعملها production. طبعا الفورست هاي التايب تبعها هاي الايفالويشن بحكي لي انه انا في عندي 7 انواع، فبالتالي التارجت انا عندي عباره عن انتجر من between 1 and 7، فبالتالي هاي الكلاسيفيكيشن مالتي كلاس كلاسيفيكيشن اكيورسي. لو شفته كومبيتيشن غير هدول برضه وحابين ان انتم تشتركوا فيها ما فيش مشكله. انا كيف حقيم؟ هشوف عدد الكومبيتيشنز اللي فيها سكسسفول سبمشن وهشوف اعلى 3. يعني هنا انا ببين معايا من الكومبيتيشنز، تمام، انه والله الكومبيتيشنز هاي انه انا عندي في التوب قديش، تمام. فبالتالي في 3 كومبيتيشنز يفترض انه تكوني حصل سكور كويس، يعني يعني على حسب الكومبيتيشن، ممكن اشوف على حسب الكومبيتيشن، تمام. طيب هذه شغله. الشغله الثانيه بدنا كومبيتيشن واحده انتم تشاركوا فيها كلكم ونشوف نقارن بين السكور. فعشان هيك احنا بدنا نتفق على كومبيتيشن واحده بين هدول، هاي هذه كلكم لازم تدخلوها ونشوف السكور بيناتكم، تمام. كلكم تشتغلوا على الليف كلاسيفيكيشن، فهذه بدي ادونها هنا. هاي الرابط تبعها.